إخواني أخواتي متتبعي موقعنا الإلكتروني عبير، كنت واجد بمكتب السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بالناظور السي علي أزدي موسى. سؤالنا ونبغيك أنك تنور به الطلبة ديالنا اللي عندهم تخوف، خصوصا الناس اللي عندهم الإجازة هذا العام ومباراة التوظيف ديال الأساتذة. وي صحيح، أولا كاين مجموعة من الطلبة راهم احرزوا على الاجازه ديالهم في الدوره العاديه، وحنا مستعدين باش نعطيهم الشواهد ديالهم تاع النجاح باش يستغلوها يتسجلوا بها في الموقع تاع المباراه المذكوره اللي ذكرتوها. شكرا. بالنسبه للطلبه اللي مازال كيدوزوا الدوره الاستدراكيه ابتداء من سنين 20، حنايا الحمد لله كنديروا ديما الامتحان تاع السداسي السادس للسنة الثالثة كنديرو في البداية، لأننا غادي ندوزو في 22 و 24، الأغلبية غادي يفوتو في هاد اليومين هادو. إن شاء الله إنو الامتحان مدا هما كيكونو قلال في السداسي السادس، أكيد إنو السادة الأساتذة غادي يصحو في أجال يعني معقولة باش يوفرو الطلبة النتائج ديالهم، باش حنايا عاوتاني يمكننا باش نعطيهم لي غولوفي دو نوت ونعطيهم شواهد النجاح ديالهم باش يتسجلوا في الموقع المذكور، لانه اخر الاجل هو اواخر شهر اكتوبر. حنايا غادي نكونوا مجندين داخل الكليه، لا من عميد ولا من نواب ولا سيد الكاتب العام ولا الاطر الاداريه اللي خدامين في الموضوع، على اساس باش الطلبه تاع الكليه يستافدوا من السنه الجامعيه الحاليه باش ما يكونوش خاسرين في الموضوع ان شاء الله. كما جرت العاده انه احنا دائما وبشهاده الطلبه جميعا والمجازين خاصه، احنا دائما كنجتهدوا كنقيموا بالواجب يعني المطلوب على اساس نوفروا هذه المسائل قبل المباريات المذكوره ولا المعروفه على الصعيد الوطني. شكرا جزيلا لك.